ورجعنا لكم تاني وهنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الحكم على الناس من الظاهر. كتير مننا بيحكم على الناس من الظاهر، ويمكن احنا كمان ساعات بنتعرض لده، ان احنا نحكم على حد من شكله، هو ساكن فين، لابس ايه، بيعمل ايه، بيرجع متأخر، حاجات كتير جدا 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 بنحكم بيها على الناس من غير ما يبقى عندنا يقين. فهنتكلم النهاردة مع الداعية احمد المالكي عن حكم الشرع في الناس دي اللي بتحكم على الناس بالمظاهر دي، حكمها ايه في الدين، وهل ده صح ولا غلط؟ ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا عامر؟ عامل ايه؟ كل سنه طيب. اخبارك ايه؟ الاخبار ازيك؟ الحمد لله تمام. ازيك يا استاذ؟ انا يعني انا مبسوطه ان انا معاك النهارده والله، مبسوطه جدا وحضرتك طيب وبخير. يعني في البدايه كده، يمكن زي ما قال عامر، انه احنا نفسنا ممكن اوقات كتير نتصرف بشكل مش مقصود او احنا مش واخدين بالنا ونصدر احكام على الناس. ايه التصرفات اللي ممكن نكون بنعملها غلط وهي تعتبر اصلا حاجه غير دينيه او حاجه ما ينفعش ان احنا نعملها؟ خلينا في الاول بس، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وبعد، خلينا بس نقول ان الحكم على الناس ده هي شهوه خفيه بيبقى موجوده داخل الانسان، وكل واحد فينا هو بيتعرض لقضيه الحكم على الناس. يعني انا من خلال مثلا لما ابص للانسان، مثلا اي انسان، ممكن احكم عليه من خلال شكله، من خلال لبسه، من خلال المكان اللي هو، من خلال حتى العربيه اللي هو بيركبها. فاحنا كلنا بيبقى فينا المساله دي داخل ايه الاصل فيها، اللي هو في شهوه خفيه كده تبقى موجودة عند الإنسان، بتبدأ يعني بتتصاعد شيء في شيء كده لغاية لما تكبر. يعني هي بتنمو لغاية لما تكبر، بعد كده أنا بحكم عليه من الداخل بالنية، الإنسان ده شكله كذا، بعد كده ببدأ أتكلم بقى وأقول والله عامر ده صفاته في كذا في كذا في كذا. لذلك الحكم على الناس بالطريقة دي أصلا أنا شايف أحيانا بيبقى فيه تصيد كمان للأخطاء، خاصة لما فلان ده يغلط، فيبقى فيه زي مسألة كده اللي هو أنا بتصيد، أنا ما بصدق ألاقي عليه الغلط عشان أحكم عليه، عشان أأكد لنفسي إن أنا كان حكم أنا صح، أنا الصح. مع إن ده أصلا ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كلام كده، أفتكر الحديث دلوقتي، يقول يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. القذى أنت عارفة التراب اللي هو يعني يدوبك محدش يقدر يشوفه، لو وقع حاجة تراب كده في حلة مية مثلا محدش يقدر يشوف التراب ده قوي يعني. فبيقول يعني بيبدأ يفتش في الحاجات الصغيرة وبينسى العيوب الكبيرة جدا في نفسه. فالإنسان لازم على طول يبدأ يفكر، هو أنا لما بتكلم في حق الإنسان ده أولا أنا هستفيد إيه؟ يعني أنا هستفيد إيه؟ أولا أنت بتاخد ذنوب، يعني بتكلم بقى في الناحية الشرعية، أنت بتاخد ذنوب كتيرة جدا. طيب غير الناحية الشرعية، بنتكلم في ناحية اجتماعية، فأنت في قطع للعلاقة ما بينك وبين الإنسان. لأن أنا لما أتكلم عليه وأحكم عليه سواء من المظهر بتاعه أو من خلال كلامه أو من خلال البيئة اللي هو عايش فيها، فأنت بتقطع العلاقة، وأنت ما تعرفش أصلا الإنسان ده إيه الظروف، الحالة اللي هو بيمر بيها. قد يكون مثلا أنت بتحكم عليه باللبس عشان هو فقير، ما تعرفش الحالة اللي هو بيمر فيها. قد يكون هو في اللحظة دي مثلا كان لابس لبس معين، مع إن هو في الأصل غير كده تماما. فأنت لما بتحكم عليه هو بيسمع الكلام ده منك، فخلاص بيبقى فيه صدام ما بينك وما بينه، ما بتبقاش العلاقة ترجع زي ما كانت خلاص. إن هو الفعل اللي هو رد فعل أول حاجة. فنخلي بالنا من المسائل دي. في كان أحد الأشخاص، كان دي حصلت، يعني انتوا عارفين مرضى السرطان، ربنا يشفيهم يا رب يعافيهم يا رب. فلما بياخدوا الكيماوي شعرهم بيقع، ففي بنت صغنطوطه كده بتروح المدرسه فهي شعرها بيقع، فهي واقع خلاص يعني، تاخد جرعات الكيماوي، فلابسه باروكه، مامتها جابت لها باروكه بقى، وشكلك حلو ازاي وامور وبتاع وكده. فالاولاد ايه عرفوا الكلام ده، فبقوا ايه بيشدوا الباروكه. فشوفي حتى الاطفال هم بداوا يتعودوا، اللي هو انا، وبعدين بقى اتصفوها بقى اللي هي ايه، اللي هي ما عندهاش شرع، اللي هي القرعه دي بقى اللي هي، فبداوا يحكموا عليها بالكلام ده. هم دكتور معلش يعني هقطعك، بس هي النقطه دي مهمه جدا، لانه خصوصا انه دي تربيه، انه الاهالي الاطفال لما بيشوفوا اهاليهم بيتريقوا على حد او بيصدروا احكام على اشخاص، هم اوريدي بيتعودوا على ده، ولما بيكبروا بيطبقوا نفس اللي شافوه من اهاليهم. في مثل كده دايما بنقوله، تعرف فلان شفت عشرته لا ما عشرتوش، يبقى انت ما تعرفوش. صحيح. احنا دايما بنتسرع في الحكم على الاشخاص اللي قدامنا، ولما بنكتشف حاجه غير الواقع بنندم او صح، بنحس بالندم او بالذنب. انا بشكرك، اولا بشكرك على السؤال ده، مهم جدا، لان هو ايه السبب بقى؟ يعني انت ضربتي دلوقتي اللي هو السبب الرئيسي اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هو التربيه، اللي هو الاسره اللي احنا بنتكلم فيها. لما نشوف مثلا التربيه زمان، مثلا ام سيدنا انس بن مالك كانت تبدا تربي سيدنا انس، فيقول له
النبي قال لك ايه؟ طب كان بيكلمك ازاي؟ فيقول لها النبي قال لي كذا كذا كذا، فتقول له اياك ان تخبر بسر رسول الله. يعني هي شوف التربيه بتاثر في ازاي. ما ينفعش اللي انت اصلا تخبر احد، حتى لو انا اللي انا مامتك يعني ما تقوليش اللي هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ادام هو ده سر. فبتبدا تربيه على المساله دي. فالقضيه بتيجي الاول من التربيه، النشاه. انا لما بيشوف هو بيشوف الاب بيتكلم على فلان ويقول ده فلان ده شكله وحش، ده فلان ده فقير قوي، ده فلان ده بيعرفش يتكلم، ده فلان ده مش عارف كذا مظهره وكذا صفته الى اخره، انا بتشبع خلاص لان بتربى على الكلام ده. فبخرج وهم للاسف هم مش دارين بالكلام ده، يعني الاب والام مش دارين اصلا بالكلام ده. ان يا جماعه انتوا بتربوا في اولادكم دلوقتي شويه حاجات كده، الحاجه دي في الاخر هو لما يجي ويكبر ويعرف الصح والغلط فين هيحصل عنده صدمه. اصلا صدمه نفسيه، طب بابا وماما كانوا بيربونا غلط. وممكن بتنقلب عكس بقى، اللي هو ايه اللي انا مش هسمع كلام ماما وبابا بعد كده خالص، لان انتوا ربيتوني غلط فانا ما ينفعش اسمع كلامكم. عملنا ازمه ثانيه. انتوا عملتوا ازمه ثانيه، شوف احنا دخلنا في قضيه ثانيه خالص. فبنتكلم يا جماعه لا، دور الاسره مهم جدا لما تيجي تتكلم، فما ينفعش ان انا احكم على شكله. وبعدين احنا لما نيجي مثلا واحد اسمه النخار دخل على سيدنا معاويه وعاوز يتكلم، فسيدنا معاويه ايه المنظر اللي انت داخل عليه وانا امير المؤمنين؟ يعني ايه الشكل ده؟ فالنخار قال له يا امير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك ولكن يكلمك من فيها، اسمع كلامي أنا مالكش علاقة بلبسي. فبدأ يستمع لكلامه فوجده واحد ناضج وعاقل وما شاء الله يعني متسع الأفق ومثقف وحاجة كده. فشوف رد عليه وقال له إيه. فإحنا بنقول يا جماعة خلي بالكم من التربية، لأن ده الأساس، دي البذرة اللي إحنا بقى إيه بنحطها في الأرض. لو أنت راعيتها صح هتنبت صح. فهنلاقي المجتمع بتاعنا مجتمع يملأه الحب. طب انت لو عملتها بقى ايه، انت قاعد تتكلم انت وزوجتك وقاعدين يتكلموا يقول لك الولد اصلا مش واخد باله، لا الاولاد مش واخد بالها كويس قوي، مركزين جدا في المساله دي. فهو اول ما يجي يقول ما بابا قال كده، ما ماما قالت كده، فابدا احكم انا مين على الاشخاص. ولذلك حتى تلاقي ما بين الاهل وبين بعضها، انا مثلا ما بكلمش اخويا فببدا اتكلم على اخويا، فالولد عمال يسمع الكلام على عمه فيبدا بقى هو يتكلم ده عمي كذا، وبدا يحكم كمان الولد اللي هو الصغير ده بدا يحكم على عمه. انت بتحكم ليه؟ اصل انا سمعت بابا قال كده. هي النشأة كده، التربيه بالطريقه دي. فلذلك التربيه لما تكون سليمه بتكون النتيجه سليمه، لو التربيه سيئه بتكون النتيجه ايه سيئه. المشكله ان الموضوع منتشر انتشار رهيب، يعني تقريبا بنسبه 95% من الناس بيعملوا الموضوع ده، وان هم بيحكموا على الناس. يعني انا واحد من الناس اللي بيتحكم عليا حاجات، انا محكوم عليا قد كده. انا متاكد من كده. يعني مثلا انا لما بنزل اخرج مع اصحابي بالليل، لما بنروح مكان، لما بنتسحر، لما بنعمل الكلام ده، باجي اعمل ستوري، هو ده رمضان بالنسبه لك؟ مراتي مثلا مش محجبه، هو انت كده انت يجوز لك صيام، انت مش عارف ايه، هو ده رمضان؟ حاجات عجيبه كده هم حكموا عليها. والموضوع بالنسبه لي مستفز، لان انا بحسه هم بيحاولوا ان هم يالهوا نفسهم، لان هم بيحطوا نفسهم مكان الاله اللي هو اصلا بيحاسب وهو اللي بيغفر او بيدي حسنات او الكلام ده كله. انا كان حد امبارح بيسالني سؤال كده، فبيقول لي انا دلوقتي الصيام بتاعي مقبول ولا مش مقبول؟ قلت له والله اصل ربنا ما ادانيش صك كده، وفي الاسماء فلان ده صيامه مقبول ولا مش مقبول. انا ينفع اقول لك صيامك صحيح ومش صحيح، لكن مقبول ومش مقبول مش بتاعتي دي. ده حقيقي. الامر الثاني اللي احنا وانت بتتكلم في قضيه مهمه جدا، لما اشوف انسان على معصيه معينه فابدا بقى ارميه ان الانسان ده كانه خرج من الاسلام. ده حقيقي. عامل زي الراجل اللي هو قال له ايه؟ قال له والله لا يغفر الله لك. يعني ايه لا يغفر الله لك؟ انت مين انت اصلا؟ بالزبط. فقال الله عز وجل من الذي يتألى على الله؟ ده تألي اصلا، انت واخد اختصاصات ربنا كده. يعني انت كده داخل اختصاصات. وبعدين راح قايل ايه بقى؟ والله طب غفرت له واحبطت عملك. سبحان الله. عشان انت واخد اختصاصات ربنا، انت مين اصلا تتكلم عشان تقول والله ربنا مش هيغفر لك، والله انت ما انت داخل الجنه، والله انت داخل النار. الاسلوب ده خلي بالك كونه ان هو غلط كونه كمان منفر. ده بينفر. يعني انا مثلا لو انسان انت بتعمل غلط وبتاع بس بصلي، انت مين انت؟ فانت بتعقدني. طب والله ما انا مصلي خالص. زي الراجل اللي قتل 99 ده، عاوز يتوب مالكش توبه، طب يلا كمل بال 100، انت عايش ليه في الدنيا؟ بالظبط. واخد بالك؟ فهي القضيه كده. كم نفس الحكايه دي حصلت ايام النبي عليه الصلاه والسلام. في واحد كده في مجلس قاعد، فواحد مشي، فواحد بيقول له انت عارف ده؟ قال له قال له والله اني لابغضه في الله، انه منافق. فحكم عليه بالايه؟ بالنفاق. فالراجل سمع عرف الكلام ده، فراح للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله فلان ده بيقول عليا منافق، يا رسول الله وبيكرهني، ساله يا رسول الله فيما يبغضني؟ يمكن انا عامل حاجه غلط، بس قول لي هو حكم عليا ليه بالطريقه دي؟ فجابه النبي عليه الصلاه والسلام فقال له انت بتكرهه ليه؟ انت ليه بتقول عليه منافق؟ شوف بقى،
قال والله يا رسول الله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة التي يصليها البر والفاجر اللي هي الصلاة الخمس بس أصلا يعني الخمس صلاة ده اللي بيصليها البر والفاجر يعني فهو كأنه عاوز يقول له أنا بشوفه بيصلي النوافل ما بشوفش يعني مقطع السجادة في قيام الليل يا رسول الله أنت مالك أنت أنت هو بيصلي صلاة الخمس أنت عاوز أكتر من كده فقال له طب سأله يا رسول الله شافني نقصت في الصلاة شافني مثلا عملت حاجة فيها غلط شافني ضيعت الفرض من الفرائض شافني فقال له لا أنا ما علمت عليه ذلك قال له طب بيكرهني ليه طيب انت عايز ايه قال له طيب يبقى ايه احنا عندنا ايه من الفرائض الثانيه قال له مثلا الصيام والله يا رسول الله ما رايته يصوم قط الا هذا الشهر الذي يصومه قط البر والفاجر ايوه يصوم شهر رمضان طب عاوزني ايه اصوم السنه كلها يعني ما انا ده اللي على قدي طب انا فكره يا دكتور يعني انه مثلا واحده مش محجبه يقولوا عليها دي مش متدينه او دي مش كويسه واحد مثلا واحد ما بيصليش قدام الناس لا انت ليه ما بتصليش ممكن كان حد عامر بيقول انه مثلا في شغلانات لما الناس ترجع متاخر بطبيعه شغلهم حتى الافلام القديمه اللي احنا بنتفرج عليها يقول لك الممرضه مع انها ممكن تكون قاعده بتداوي مريض يعني بتاخد ثواب عند ربنا فالفكره احنا ليه بنحكم على الناس بالمظاهر يعني انا عاوز اكمل بس عارفه النبي قال في النهايه لما قعد يعدد له كده انت بتكرهه ما لقاش حاجه عنده لا الراجل خاوي اصلا فاضي مفيش حاجه اصلا انت بتحكم ليه عليه فالنبي قال له طب قوم انه خير منك ده اللي انت اتكلمت عليه هو افضل ايه لانه يفعل ولا يتحدث هو افضل حالا منك يا جماعه خلي بالنا كل بني ادم خطاء يعني احنا لازم نعرف الكلام ده ومفيش انسان كده كامل يعني حتى المثل بتاعنا يقول لك ما كامل الا محمد عليه الصلاه والسلام مفيش حد كامل يعني انا لا شك اصلا مش انا الطاهر المطهر يعني اللي قاعد يعني بعبد ربنا ليل ونهار ومفيش غلط بعمله اكيد في غلط في ذنب كده بيني وبين ربنا بعمله كونك انت عرفت الذنب انت ما تعيرنيش بالذنب ليه بقى قال لك لا تعير اخاك بالذنب فيعافيه الله ويبتليك يعني عشان بس ما تكونش النتيجة ايه ان ربنا هو اللي يبتليك فاحمد ربنا الذي عافاك طيب انا في البداية انا شفت انسان على غلط في الظاهر ان هو طبعا البطن ده مصيبة يعني ما ينفعش اصلا ان انا احكم على الناس بالنوايا ان انا داخل في قلوبهم واقول ده هو اصله أصدك كان قصده كذا يا عمي مش كده يعني هو يقولك والله انا ما قصدي لا انت كان قصدك كده وبيحكم عليه بالكلام ده على فكرة الكلام ده بيحصل كتير مع الناس بقى اللي حوالينا اللي هو بيبقى مسلط على الناس بحكم الدين بقى انا بتكلم عليه بقى بحكم الدين ده فانا بقول له بقى انت مرتكب بقى للكبيره وانت بص انت في جهنم واخد بالك في كتير من الناس نسمع كده انت في النار ده سيبك بقى من الحاجات الاجتماعيه ده هو بيدخلك في حته ثانيه ده هو بيديك ايه خلاص هو دي يعني ده عشان كده بحسها شرك ساعات يعني الناس اللي بتقول كده بحس ان ده شرك لان انت بتخش في خصائص الالوهيه هدي لك حاجه مثال بسيط وكنا بنتكلم فيه لما نروح مثلا مساجد اللي هي بتاع الاضرحه مثلا سيدنا الحسين والسيده زينب كلنا تلاقينا روحنا المساجد الكبيره دي والسيده نفيسه وبتاع وواحد يقول لك انا بروح بحس براحه وطمانينه فبروح عند مثلا السيده نفيسه واقول يا وادع كده يا رب واغفر لي وتوب عليا وعشان خاطر السيده نفيسه وبتاع والكلام ده في ناس بتحكم على الناس دي بالكفر اصلا يعني بتحكم عليهم كده يقول لك ده شرك بين يعني ما ينفعش فلما تيجي تروح تسال الناس اللي هو العوام اللي هم دول فتقول له هو انت بتدعي السيده نفيسه يعني بتقول يا نفيسه يقول لك يا ابني انا انت اهبل ايه اللي انت بتقوله ده انت ايه ده انا بدعي ربنا طب اشمعنى قال لك يا اخي ده من قال بيت النبي ده سيدنا الحسين ده ابن بنت سيدنا النبي يعني حاجه بركه كده فشوف الراقي هو عنده فهم شوف انت حكمت عليه بايه حكمت عليه بالشرك بخصوص برضو النقطه دي يا استاذ احمد يمكن في ناس مثلا في رمضان بما اننا في رمضان تلاقيهم طول السنه بيكونوا على السوشيال ميديا بشكل معين ويجوا في رمضان يبتدوا ان هم مثلا ينزلوا ادعيه يا ايوه هي دي اللي بتتقال يقول لك خلاص بقى انت عامل لي فيها شيخ في رمضان او بشكل عام باخدنا على جناحاتك بقى وانت داخل مثلا نلاقي خبر انه مثلا مريض نفسي انتحر فتلاقي كل الكومنتس اللي تحت مات كافر ومش عارفه ايه والحاجات دي كلها وبنبتدي ده مصيبه بالظبط كده فعايز اسال حضرتك هل شايف انه السوشيال ميديا بقت بتكتر موضوع ان احنا نحكم على الناس او نصدر تقييم على الناس من خلال حاجات احنا شايفينها بس في حاجه افتراضيه مش حاجه واقعيه هو اللي انا شايفه ان هو الغالب العام دلوقتي اللي احنا بقينا نحكم على الناس من خلال السوشيال ميديا يعني احنا شفنا مثلا الممثله فلانه دي عملت مش عارف كذا فانا بتكلم عليها وبحكم عليها شفنا فلان ده اللي اتجوز فلانه فانا بتكلم عليه واقعد احكم بقى وازاي ومش ازاي وما الى ذلك
ويجي في رمضان لو انسان حتى بينزل دعاء، يعني انت ليه عاوز تفصله خالص من الدين؟ او لو واحده في عمره ومصوره نفسها في عند يعني كعبه يقول لك انت بتعملي ايه طول السنه وانت هو السؤال، يعني هو السؤال انا ليه احكم على الناس؟ هو السؤال يعني انت هتستفيد ايه لما تحكم على الناس؟ اولا انت مش هتستفيد حاجه، لكن السلبيات هي الاكتر. بمعنى انا لو حكمت على عامر دلوقتي ان عامر ده مثلا ايه في كذا وكذا وكذا، عامر ايه اللي هيحصل؟ رد فعله ايه؟ هو خلاص زعل مني بالظبط، في حصل ما بينه وما بينه كده في شيء. طيب لما اجي ارجع العلاقه ما بينه وبين عامر مره تانية مش هترجع زي الاول، صح؟ في حاجه اتكسرت كده. حتى لو انا غلطت واقول له عامر انا اسف انا ما كنتش فاهم كده، ايوه ادام انت ما كنتش فاهم كده انت بتحكم ليه اصلا؟ بالظبط. وبعدين حتى قالوا لنا كده اياك وما يعتذر منه، يعني اوعى تروح للحاجه اللي انت ممكن في يوم من الايام تعتذر ايه تعتذر منها، واخد بالك؟ فهي دي اشكاليه كبيره عندنا. بس برضو نتكلم الاصل فين، هو في عده حاجات كده اركان. اول حاجه التربيه، اتنين المدرسه، المساجد، وبعدين خلينا برضو في الركن الرابع اللي هو الكنائس. يعني لو هنتكلم بقى مسلمين ومسيحيين، فانا عندي التربيه اللي هو الاصل النشأة، فلازم يكون الاب والام، ولذلك حافظ قال ايه الام مدرسه ان اعددتها اعددت شعبا طيبا العرب. طب ده في اب وام والولد ما بينهم، قال لك ان اليتيمه يتيم العلم والادب، مش شرط يعني اليتيم ده اللي فقد اباه وامه، لكن اليتيم ده ابوه وامه موجودين لكن مربينه تربيه غلط، فالولد ده برضه يتيم. طيب اجي بقى اللي هو الركن الثاني اللي هو المدرسه. المدرسه بتعلم ايه؟ لما يكون المدرس اصلا هو واقف وعمال يحكم على مدرس اخر بيتكلم عليه، فانت ايه خلاص انت ايه الرساله اللي وصلتها للولد ده؟ انت وصلت برضو الحكم على الناس، اللي هو بيحكم هيطلع بقى يحكم على الناس. بعد كده اللي هو بقى المساجد والكنائس. مساجدنا محتاجين الدعوه اصلا، وهي نتكلم عن المسائل دي النواحي الاجتماعيه من خلال المنابر، ونذكر قصص النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام الكلام ده كان موجود حتى المسيحيه، يعني سيدنا عيسى ابن مريم شاف واحد بيسرق فبيقول له اسرقت يا فلان؟ قال له والله ما سرقت، سيدنا عيسى شايفه فقال له كذبت، امنت بالله وكذبت بصري. طب هعمل ايه؟ ما اصل احنا هنقف عند حد دلوقتي هندخل فيه جدال وهيبقى فيه صدام بالظبط، فنعمل ايه؟ اقطع الصدام ده خلاص، فانا مش هحكم عليه خلاص، انتهت القضيه. طب بمناسبه اللي انت قلته دلوقتي ده، قول لي ليه الازهر الشريف لحد دلوقتي ما خدش بعد الازهر؟ لا ما اصل ده موجود عندنا في الدين من زمان، ليه ساب الموضوع يتدهور قوي لحد ما هو وصل للمرحله دي؟ يعني كان ممكن من بدري شويه كان يبدا يخصص حاجات في الخطب اللي بتتقال في صلاة الجمعة، في الحاجات دي، الحاجات اللي هي تقوم الأهل، تقوم الناس عشان يعرفوا يربوا إزاي، علشان ما يبقاش عندنا ثقافة الحكم على الآخرين بمجرد المظهر. شوف يعني أنت سألت سؤال مش عارف نيتك إيه، بس يلا أنا أحكم عليك دلوقتي. خلينا نتكلم من المؤسسة. طبعا احنا يا جماعة بنهنئ المؤسسة الرسمية دي، 1079 سنة منارة بفضل الله، ورب ان شاء الله تكون مناره دائما وابدا. امبارح كان 1079 سنه افتتاح الجامع الازهر، وعلشان هي مناره وعلشان الكلام ده كله انا بسترس على الموضوع ده، لان يعني في البلاد عامه في البلاد الثانيه كلها مفيش الكلام ده. اي حضاره او اي مؤسسه بيبقى فيها نقاط الضعف والقوه، مفيش ذلك وتلك الايام نداولها بين الناس. خلينا نعترف بالكلام ده. لا شك ان جه في مرحله في مراحل ضعف، لا شك في مرحله من مراحل بتبقى فيها العوامل السياسيه بتشتغل فيها، اللي هو وقت ظهور الجماعات بقى في الوقت ده وانتشارها وسيطرتها على المساجد والكلام ده، لا شك ان ده كان بيلعب دور اساسي في المساله دي. مراحل الضعف دي كانت موجوده، لكن لا شك ان احنا برضو في مراحل قوه اللي احنا وانا مش عشان بس بتكلم دلوقتي في عهد الشيخ طيب، لكن دلوقتي في مراحل قوه اللي احنا يا جماعه تعالى نشوف النواحي الاجتماعيه، نبدا نوعي الناس بالسلوكيات، ايه السلوكيات المرفوضه، ونقول للناس خلي بالك ده سلوك مرفوض ما ينفعش اللي انت تعمله. ايه الاخلاق الانسانيات اللي احنا بنتكلم فيها، اللي احنا ازاي نعيش متحابين ما بيننا وبين بعض، مش مسلمين بس، لا مسلمين وغير مسلمين، تعالوا نتكلم ازاي ما تصدرش حكم على الناس مباشره. ثقافه اللي هي الحكم على الاخرين دي احنا ما فيش حتى كلمه الاخر، احنا ما بقاش عندنا الكلام ده. يعني احنا عندنا مثلا ثقافه اللي هو الاخر ده افهم منه اللي هو الايه، الانسان المسيحي، صح كده؟ لا، ما او الاقليات مثلا، انا ما عنديش حاجه اسمها اقليات، انا ما عنديش حاجه اسمها الاخر، امال عندك حاجه اسمها؟ انا عندي حاجه اسمها المواطنه،
في مواطنة، احنا عايشين في دولة بيحكم فيها القانون، فاحنا كلنا تحت طائلة القانون او تحت حكم القانون، ظل القانون، فبنحترم حاجة اسمها القانون. انا مواطن وهو مواطن، احنا في درجة واحدة لا نختلف. فالكلام ده احنا عاملين نصحح مفاهيم، بدأنا نصحح مفاهيم، بيصححوا حاجات كتير بس مش بالقدر اللي مطلوب للناس، دون المساحة الإعلامية الكافية. واحنا هل في قصص من التاريخ الإسلامي بتوضح الخطأ اللي معظمنا بيقع فيه في قصة الحكم على الناس من خلال الناس؟ شوفي، هو أنا يعني الراجل اللي هو كان بيحكم وقال له منافق ده، لكن في حاجة تانية، الناس بتحكم على الأشخاص من خلال المنظر بتاعهم. اللي أنا بشوف الشخص ده لابس إيه فأحكم عليه هو إنسان كويس ولا مش كويس. واحد عايز أضيف على كلامك يا دكتور أحمد، إنه كلمة ابن ناس ده ابن ناس، الناس بتقولها مجرد انه راكب عربيه كويسه بالظبط، او قاعد في بيت كويس جدا، او شغلانته بيكسب. هو زمان كان يقولوا كده، يقول لك ده ابن ناس بالظبط. احنا عايزين نصلح المفهوم ده، يعني ابن ناس يعني عايزين نصلح المفهوم ده. هو شوفي، هو حصل نفس الموقف ده ايام النبي عليه الصلاه والسلام. فكان واحد معدي كده، فالنبي قال، هو عاوز يعلمهم النبي عليه الصلاه والسلام ما تحكمش على الانسان من خلال المظهر. النبي عاوز يوصل لهم الرساله دي. فايه رايكم في ده؟ فراجل لابس ما شاء الله وراكب بقى يعني دابة، خلينا نقول عربية بقى آخر موديل مثلا دلوقتي وبتاع، إيه رأيكم في ده؟ فقالوا يا رسول الله، ده إيه ده؟ ده لو اتكلم الناس لازم تسمع له، وراح يتجوز أي واحدة لازم الأبواب كلها تفتح ليه. فالنبي سكت وعدى وخلاص. واحد تاني معدى، إيه رأيكم في ده؟ مين ده؟ والله يا رسول الله هذا حري، إن خطب ألا يخطب ألا ينكح، ده محدش أصلا يقبله خالص، ولما يتكلم محدش يسمع له. فقال، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ده أفضل من اللي قد ده لو ملى الدنيا كلها. فالنبي ودهم رسالة لإيه؟ اوعى تحكم على الشخص ده من خلال الإيه؟ من خلال المظهر. وده حصل في القصة، من القصص اللي موجودة، إن أحد الملوك حب يكون عنده 4 أولاد، وحب يعلم أولاده إزاي ما يحكموش وما يتسرعوش أصلا في الحكم على الناس. فكان في شجرة الكمثرى، فقال لهم، والله شجرة الكمثرى أنا عاوز تروح كل واحد يروح يشوف. بس الراجل ده كان ناصح جدا، في ال4 فصول في السنة، ودى واحد فصل الشتاء، تاني فصل الصيف، الخريف، الربيع، وكل واحد يقول لي يوصف لي ايه الدنيا. فقال لي راح في الشتاء، في شاف بقى الشجرة دي بقى ما فيش اوراق والدنيا حاجة كئيبة قوي بتاع، قال له حاجة يعني شجرة حاجة اعوذ بالله. طيب اللي راح في بعد كده في الربيع، قال والله لقيت البراعم وبتاع ومش عارف بدأت تطلع وكده. اللي راح في الصيف، قال له ما شاء الله بدأت الزهور تتفتح واوا. اللي راح في الخريف، قال له الله ده انا لقيت بقى شجره وطعمها حلو وبتاع. فالتاني يقول له، ازاي انا شفت غير كده؟ وكل واحد بيحكم على من خلال المنظار اللي هو شافه، المنظر اللي هو شافه. فقال لهم، انتوا كل واحد صح، بس الرساله اللي انا عاوز اوصلها، كل واحد شاف الشجره دي من خلال فصل من الفصول الاربعه، مش هينفع تحكم على الشجره الا من خلال رؤيتك للفصول الاربعه. كذلك الامر، ما تحكمش على الشخص من خلال موقف من المواقف. لما تيجي تتكلم على الإنسان لازم تشوف حياته كلها، وتبدأ تقولي الإنسان ده، فأكيد هتلاقي الإنسان ده خيره أكتر من شره. فلما أحكم، أحكم بالخير، ما أحكمش بالإيه، أحكم بالشر. آخر حاجة كنت عايز أقولها كمان، علشان الناس اللي بتخش تعمل كومنتات مثلا، أنت رمضان، أنت هو أنت ده شهر العبادات، ده شهر، ده شهر، ده شهر، هو أصلا اللي داخل يعمل الكومنت ده سايب كل حاجة، وسايب العبادات، وسايب قراءة القرآن والتراويح والصلاة وبتاع، أنت داخل أصلا تعمل، تبص على السوشيال ميديا وتعمل كومنتات. فبدل ما تعمل كده، روح اعمل انت الطاعات وطيع ربنا والكلام ده، ومالكش دعوه بالغير، وادعي لي، وادعي لي، وادعي لي. ما انت كده برضه حكمت عليه ان هو ما بيعملش عادي. لا لا لا، هو بيقول له لا، يعني روح اعبد ربنا ومالكش علاقه بيا. بالظبط. انا عاوز اقول لحضرتك، انا لا اخفي عليكم سرا، يعني المره اللي فاتت حد قال لي كده، قال لي ازاي انت قاعد قدام متبرجه؟ يا والله العظيم اتقالت لي تاني متبرجه بالظبط. انتوا الاثنين دلوقتي انا طالع قدام اثنين متبرجات، يعني هو ده الحكم بقى، يعني انه يعني ليس صحيح طبعا. ودي احسن حاجه نختم بيها فقرتنا، انه ما ينفعش الناس تحكم ابدا على حد من المظهر او من الكلام، لازم تتعايش معاه اكتر من كده. خصوصا احنا كان اول فقره لينا كانت التعايش، انه لازم نتقبل الاخر حتى باللي هو عليه، اتعامل معاه وعيش معاه اكتر، يمكن تفهموا اكتر. ربنا يهدينا كلنا. بالظبط، ربنا يهدينا جميعا. شكرا جدا يا دكتور احمد، نورتنا، دايما بنستفيد بكلامك واضافاتك ان شاء الله. على راسي تدبيسك دلوقتي.